حنا كنتواجهوا في فعاليه مهرجان كارنفال بالمون ديال الجرف. الساحه ديما يحتاج تعود انها ملي كيدوزوا الاحتفالات ديال العيد الكبير كيبقاو هما الاخرانيين العاده كتسالي هنا، فاصبحت ساحه تاريخيه ما يوحشاش. شكرا لجمعيه ديم الدكان جمعيه بالمون اللي كنتمنى كيتوا واحد الفضاء زوين، برنامج غني بالفقرات اللي هي ترفيهيه، فقرات نشيطيه الفولكلور المزيغي، هذا شيء جميل يجيب المحافظه على موردنا الثقافي بالمون ديما بالمون بودمون. الاجواء بسوس ما كاينش بحالها لانه ولفنا الاحتفالات العيد الكبير بوجدلوت كرنفال. الناس كيجيو من برا من الخارج، هذا العام راه عيدوا الناس من كازا مراكش عيدوا هنا بكادير، يعني شيء جميل. هو يجب ان نطوروا هذا المورد الثقافي نحافظوا عليه ونطوروه باش نجبدوا السياح انهم يشوفوا لنا المورد ديالنا. الذي دون عبد الله الشراغ زغطره بوتني ثلامان بمناسبه الاحتفالات بوجلود ولا حنا بالمون بودمون، راه كاع حد دور باه راه غصد ان شاء الله نحضر حماس يعني الحفلات دماس. نشكر مجموعه ايم الدوكال ولا جمعيه ايم الدوكال، وكذلك اللي سكننا تنسق دماس المجلس البلدي زكان باش ندرو تيزياد يفولكين تفوق لياد نمس الجمهور نجرف كان ليس بدان ميار كريقات أسكواس أردي من التحضار أندرو تفوق لها كله دمس الساكنة. نتمنى الخير هذا يزري بيخروع على خير كان ليس نزرغ إلى تنظيم فولكي يبجي جار نتسكر، وكذلك الجسم الصحافي من خلال القناة الأنباء اللي كانت توكاس استمتعت باش تسكر التغطية. نشكر كذلك السلطات المحليه اللي يقوم بنصمص الدروس كما ينبغي، وكذلك اللجنه المنظمه يعني الحفل المسائل الرجلين تكون له فولكينت ان شاء الله المقارنه حدا يعطينا ربي سكواسين جوج كان يعطينا ربي تنمير نيو البارح. السلام عليكم، مرحبا بكم. كنوجه واحد الشكر جزيل لقناه الانباء وكنشكروا على هذه الالتفاته هذه كيف ما كتشوفوا معنا هنا الاجواء بحي الجرف ديال احتفالات بمناسبه عيد الاضحى. يعني الحمد لله الاجواء دازت زوينه كيف ما كتشوفوا، كاين واحد الاقبال كبير ما شاء الله، وكاين مجموعه ديال الفنانين هنايا ومجموعه ديال الفقرات الموسيقيه، وحتى حنايا كان لنا الشرف كبير باش اننا نكونوا ضمن فرق المشاركه هنايا، والحمد لله كاين تفاعل كبير. كل عام كنزيدوا نتفاجئوا بالتفاعل ديال الجمهور اللي كيتزاد سنه على سنه، والحمد لله كيف ما كتشوفوا الاجواء قدامكم يعني المنصه ظاهره بلا ما نقولوا، برنامج في المستوى، فرق في المستوى، تنظيم في المستوى، إضافة إلى التغطية الأمنية الحمد لله يعني كنشوفوا واحد التغطية أمنية كبيرة بزاف. كذلك كنوجه واحد الشكر للسلطات المحلية اللي حتى هما اليوم واحد يعني فضل كبير في النجاح ديال هذا الحفل هذا. السلام عليكم، معكم نهيلة من مدينة أكادير بالضبط بمنطقة الجرف. عندنا هاد التقاليد ديما أول مرة غادي نلبسها للجلود، يعني عندنا هاد التقاليد ديما كندوزوها في أي عيد، هاد الشيء حنا مولفين به ولا ما دوزش عندنا شي مرة يعني كنحسوا بالنقص بزاف، يعني هاد الشيء ولفناه، يعني هاد الشيء أي واحد غتسولو غيقول لك هاد الشيء أجمل حاجة، يعني في العيد الكبير عندنا هو حنا هو بوجلود وعندنا هو الحفالي، يعني كيكون هاد الشيء كل عام. نطلبوا من الناس يكثروا من التنظيم باش العام الجاي إن شاء الله نكونوا محتفلين أكثر وأكثر، هاد الشيء اللي بقى ديما هكا المشاكل ومضاربة واحد كيضرب واحد واحد كيدير لواحد، راه هاد الشيء يجي واحد الوقت هاد التراث غادا تحيد، بين هاد التراث حنا تقدم إن شاء الله لقدام ويكون كل شيء بخير ويجوا الناس يتفجوا، يجوا والدينا يجوا خوتنا يجوا احبابنا عائلتنا كل شيء يلحقنا شطب هذا التراث، وديما بنادم يبقى مشتاق لهذا التراث ان شاء الله امتى غادي يشوفها وامتى غادي يوصل لها. وميساج للناس اللي كيحاربوا هذا التراث، حيتاش ما عمرهم عاشوها ولا عرفوا التراث ديالها كيفاش دايرين، حيتاش كيشوفوها غير في المواقع التواصل الاجتماعي، داك الشيء علاش هما مقهورين من هذه الناحيه، حيتاش ما عمرهم عاشوا في هذا البوزيسيون ديال هذه الاجواء وهذا اللبس ديال بوجلود وهذه الطايفه ديال القناوه وهذا اللبس ديال الديفيلي وهذه الاجواء لجميع الناس في هذا العيد، هذه الاجواء ديال اكادير فكادير كامل الناس كتفرح بهذه الاجواء في العيد، وهذا الشيء ماشي من الشياطين كما كتقولوا ولا من وجدودنا شياطين ولا هذا الشيء من التراث القديم، هذا الشيء الناس من التراث على جيل جيل مورا جيل، جيل مورا جيل ان شاء الله، وهذا الشيء حنا غاديين وكنطوروا فيه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، كنتمنى لكم التوفيق في الاعمال ديالكم انتم الاوائل، وهذا الموروث راه حنا ولفناه كيجي من العام للعام وكنحتفلوا به، والله العلي العظيم ولدي الا كنحتفلوا كنكونوا في واحد الحفله، وشوف الجمهور غيبين لك
وكنتمنوا الخير للجميع، والله يجعل سيدي ربي هو يسهل على كل وحده وكل واحد. كنتسناو كنتسناو هذا الشيء، حنا كنتسناو باش نجيو نحضروا ليه، وكنتمنوا التوفيق للجميع الاحذى اللي كيقدموا هذا الشيء، وكنتمنى لكم حتى نتوما الخير ان شاء الله، وما غيكون غير الخير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.